سؤال تاني، نعم. هل يجوز لي شراء مثلا مركبة عاملة حادثة وصلحتها وكده وبيعها؟ يعني بس لو قلت إن هي عاملة حادثة المشتري سيبخس بثمنها، يعني هل لا، يجوز لا يعني؟ يجوز لك ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فلا ولو يجوز بخس لك، بثمنها؟ لا يجوز لك أن تبيع سيارة عملت أحدث كان بها حادث وأصلحتها إلا إذا بينت. لا بد أن تبين، ومن غشنا فليس منا. جزاكم شكرا الله خير. الله يتم.